بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. دلوقتي حالة دخلت لنا في الحضانة دلوقتي في اليونت، حبيت أكلمكم عنها. يمكن تقابلوها، طبعا هي فيري رير، يمكن حياتي كلها ما شفتش غير 3 حالات، يمكن أنت تقابلك بعد كده، الله أعلم. الحالة دي أنا هديك كلو عنها وأنت ممكن تبتدي تفكر فيها. أول كلو قالوا لنا إن الأنتينيتال سكان كان معمول في الرياض، وكان في الأنتينيتال سكان كان في 3 فايندينج. الفايندينج الاوليه اوليجو هيدراموس، الثانيه بايلاترال رينال اجينيسيس. اول ما تلاقي الاثنين دول على طول فكر في مين؟ فكر في بوتر سندروم او بوتر سيكونس او بوتر فينوتايبس وات ايفر، او اوليجو هيدراموس سيكونس وات ايفر السندروم او السيكونس اللي حدث. لكن الجديد في الموضوع ان اوليجو هيدراموس وما عندك بايلاترال رينال اجينيسيس، وقال لك في فيوجن اوف ذا لور اكستريميتيز، على طول هتفكر في حاجه جديده، سندروم بيسموها سيرينوميليا او بيسموه ميرميد سندروم، وده بارت من الكودا ريجريشن سندروم. لو تفتكروا الناس اللي كان عندهم بيكونوا دايبيتس وبيكونوا ساكرا اجينيسيس والكلام ده كله، فده السيفير فورم من الكودا ريجريشن سندروم اللي بيسموها سيرينوميليا او بيسموها ميرميد سندروم. يعني ايه ميرميد سندروم بالعربي؟ ميرميد يعني بيسموها عروس البحر. يعني ايه عروس البحر؟ هتلاقي الراس من فوق شكل انسان، وتلاقي الصدر صدر انسان، ومن تحت هتلاقي عامل زي السمكه، دي للسمكه زي عروس البحر بالظبط، بيسموها ميرميد سندروم او بيسموها السيرينو ميليا، عامل زي ابو الهول، راس انسان والجسم جسم اسد. فبيسموها السندروم ده شائع، مش هقول شائع، هو يعتبر رير سوري، وممكن تشوفه، بس هي جات لنا في الحاله في الحضانه دلوقتي، فحبيت اكلمكم عنها. طيب يبقى ده سيفير فورم من كودا ريجريشن سندروم وفيري رير كونجنتال ديفورمتي، ممكن تشوف واحد في كل 100,000 ولا حاجه، ودايما الاستريكنج فيتشرز بتاعتها هتلاقي الليجز ار فيوز توجذر لوك، يعني هي لوكس لايك ان هو يكون ميرميد تيل. طب ده طبعا لازم تحط في بالك ان ده فيتال انوماليز incompatible with life، يعني due to life threatening anomalies. طيب هتلاقي ده ايه سبب المشكله، ليه هو فيتال؟ ان الكومبليكيشن بتاعته عاليه، عنده abnormal kidneys وabnormal blood development وfunction. وايه السبب؟ قال لك ممكن يكون ان هو اكتر الاسباب او الثيريز اللي اتقالت فيه failure of vascular supply to the royal limb aorta in utero، وده نتيجه للماتيرنال دايبيتس. في ناس قال لك التراتوجينيك، الام اللي بتاخد تراتوجينيك ممكن يكون دراج ابيوز كوكايين اور سمثينج لايك ذات، ممكن الام يكون هي دايبيتك فبيحصل زي سكر الاجينيسيس وسيفير فورم كود ريجريشن سندروم يؤدي الى سيرينوميليا. وقال لك ممكن هي مال نيوتريشن او دايتيشن ديفكتس، بيحصل ان الامبليكال كورد بيكون فيه تو ارتريز وان فين، مع الحاله دي بيكون هو وان ارتري، وبيحصل ريفيرز للسبلاي اوف ذا لور ليمب، وبترجع تاني بدل ما يروح للور ليمب يحصل سبلاي للبلاد والاكسجينيشن والنيوتريشنز، بترجع تاني ما تروحش للور ليمب. فلما يحصل السبلاي يقل او المال نيوتريشن للمنطقه دي، فبتحصل ديفكت ويحصل السيرينوميليا. في قال لك ممكن يكون جيناتيك ديفكت نتيجه للبون مورفوجينيك فاكتورز، ودي برضه من ضمن الايه الاسباب اللي هي ممكن تسبب لك السيرينوميليا. الجين ديفكت اللي بيحصل فيه بيسموه ريديوست في البون مورفوجينيك بروتين، ده بيكون في الهيومن بروتين، وده بيؤدي الى السيرينوميليا، ودايما عادة بيكون في الميزوديرم والاشياء دي كلها. طيب السيرينوميليا دي في منها انواع كتير جدا جدا، يعني سكليتال او ماسكول سكليتال ابنورماليتيز، ما عندك من تايب 1 لحد تايب 7، تنتقل من اول فيوجن اوف ذا ساي، ممكن فيوجن في الليجز والفودز لحد سيفير فورم، هتلاقي ان الرجل طالع الاثنين داخلين في بعض وعاملين لك رجل واحده زي عروس البحر بالظبط. فدي انواع كتير ما فيش داعي نخوض فيها كتير، لكن هي طبعا السيريوم اللي حطها في دماغك ان هي فيوجن اوف ذا لور اكستريميتيز، اللي هي طبعا هي جايه من جريج وورد وممكن رومانس والاشياء دي كلها، وان زي ما قلت لك انها عروس البحر والاشياء دي كلها، وهي السيفير فورم من الكودر ريجريشن سندروم
نتيجة للفيوجن، يؤدي إلى فيوجن في اللور ليمب، وبيكون هذه انكومباتبل ويز لايف، وسبكترم اوف انوماليز كبير جدا جدا، والبرايمري ديفكت بيكون الماسكولوسكيليتال والجينيتو يورينري والجاسترو انتستاينال، وبيكون اشهر الاشياء طبعا ضمن بيقول لك انه انون، لكن هذه كلها ثيريز، واشهرها ان يكون الام عاد يكون عندها الديابيتس طبعا، فدي تحطها في دماغك ان اشهر سبب يكون الام ايه عندها ديابيتس فيؤدي الى ذلك. في سترونج اسوشيشن طبعا ما بين الكودريجيشن سندروم وما بين الماتيرنال ديابيتس، لازم تحط في دماغك الكلام ده كله. وزي ما قلت لك انه بيعملوا انتي نيتال سكان على 18 اسبوع، ولازم يتعمل قبل 24 اسبوع. ده الكلام ده بتكلم على الغرب، ان ممكن نحصل ترمينيشن للبريجنسي ات ذا تايم، لان طبعا ده انكومباتبل وز ايه وز لايف. اللي في امبريولوجيكال انسلت بيحصل مع السيرينوميليا ويكون ميزوديرم ديفكت على 28 ل 32 يوم، وبتأدي بيقول لك من اول الكودريجيشن، هو من بيبدأ من اول الاكتوبك اينس الى السيرينوميليا، يعني ممكن ويحصل معاهم ساكرا الجينيسيز وكده. وفي ناس بتقول لك والله ان الساكرا الجينيسيز على حسب الريس ما بتحصلش في البلاك بيبز والاشياء دي كلها. Anyhow البوتر سندروم زي ما قلت لك طبعا هو بيحصل اوفرلاب ما بينه وما بين البوتر سندروم، في بعض الناس بتتلخبط ما بينه وما بين البوتر سندروم، لكن البوتر سندروم لازم تحط في بالك ان هو اول ما بينزل البيبي هيكون عندك بيسموها بوتر فيس، بوتر فيس اللي هو بيكون لارج فيس، لوسي تيرز، برومينت بيكانثال فولدز، هايبر توليريزم، فلات نوز، وبتلاقي ريتروجريد كده تشين، ومعاهم الالجو هادراموس، وما تنساش ان العيان دي بيموتوا من البلمودري هايبو بليسيا. وارجع اقول لك برضه ده انكومباتبل ويز لايف، ليه؟ لان عندك لايف ثريتنينج انوماليز، واشهرها اللي هي البايلاترال رينال اجينيسيس. طبعا البوتر في انواع كتير جدا عشان برضه، لكن هي اشهر نوع عشان تقول عليه سندروم لازم يكون رينال اجينيسيس. دي الحاله اللي كانت عندنا، حبيت اكلمكم عنها، ولو في حد عنده اي سؤال احنا جاهزين، بس الحاله دي صراحه ممكن تقابلك في حياتك ممكن مره مرتين، بس هي جت خلاص يعني، جت دلوقتي موجوده فقلت اكلمكم عنها. شكرا جزيلا.